اليوم عندي حلقة مميزة لكم رح اكسر فيها رقم قياسي جديد لهالشانل واخيرا نفوت بالجينيس بوك اوف وورلد ريكوردز. ايه مزبوط، اليوم رح اسكت لخمس ثواني. مبروك. الارقام القياسيه هن مش تحديات صغار البشريه بتعملها بين بعضها لنشوف مين اقوى، منن هالقد بلا طعمه، بالعكس هن المستوى اللي قدرت وصلت له البشريه بتحقيق هدف معين، وعبر سنين هالارقام تتغير وبنشوف نحن كبشر كيف عم نتطور. اسرع انسان بال 1890 لوثر كاري قدر ركض 100 متر ب 11 ثانيه، بال 2009 يوسين بولت كسر هالرقم بفرق ثانيتين وحصل على وقت 9.58 ثانيه، ذات الوقت اللي بدك اياه انت لتقوم عن كرسي الكمبيوتر، يعني اذا بنحطهم سبق حد بعض صاحبنا لاري حيبين كثير بطيء. تطور الانسان تطور الامور اللي فيها نبرز مهاراتنا فيها، وصار في شيء جديد اسمه العاب الكترونيه. الالعاب الالكترونيه هن اختبارات ذهنيه وجسديه بياخذوا تركيزك وسرعه بديهتك ورده فعلك لاعلى مستوياتهم، خصوصا بمعارك حاسمه بس يعلى الادرينالين مزبوط. واكيد بس يكون في طريقه جديده لنتحسن فيها، جينيس بوك اوف وورلد ريكوردز رح يفتح خانه لها. صار عندنا بال 2008 جينيس بوك اوف وورلد ريكوردز جيمنج اديشن. هلا مش هن اول ناس كانوا عم يحفظوا سكورات الجيمرز، لا هيديك شركه توين جالاكسيز، بس خسروا كل مستوياتهم خصوصا بعد الضرب اللي عملوه هن وبيلي ميتشل. حكي عنه بهالفيديو، فسر مين بيلي ميتشل ومين توين جالاكسيز، احضروا كتير حلو. اليوم رح نحكي عن ارقام قياسيه غريبه شفتها بالجينيس بوك اوف وورلد ريكوردز جيمنج اديشن، منهم فيك تكسرهم اذا لك جلاده، منهم بدهم تدريب على سنين، ومنهم ما بعرف ليه حدا بخاطر بحياته كرمال السكور. هلا جميعا، معكم دراد واليوم رح نحكي عن الالعاب. على اساس بتحكي عن غير شيء اصلا؟ صاروا اول سكور رح احكي عنه صار بلعبه جي تي اي، ولاعب من امريكا حب يفرجي انه هو احسن لاعب جي تي اي، فاخذ كلمه جي تي اي وعمل منها تحدي. بما انه جي تي اي هي جراند ثيفت اوتو، قرر انه ليفرجي انه احسن سراق سيارات بده يسرق اكثر من 10 سيارات بدقيقه، وبعد اشهر تدريب ومحاولات قدر واخيرا سرق 11 سياره وموتو مختلفين باقل من دقيقه، وسجلها وجينيس بوك اوف وورلد ريكوردز اعترفوا له فيها. صراحه بعرف عالم بيسرقوا 13 سياره بدقيقه بس مش بجي تي اي، فما رح يربحوا. هلا هيدا فيكم تجربوا تكسروه انت وحظك، يطلع 12 سيارة بتصير حامل لقب جديد، مبروك جود لك. بس اللي بعده ما حدا بعرفه او بتخيله في يكسر لهالسكور، وهو الزلمة يلي قدر خلص اول 3 العاب ميجا مان ب 44 دقيقة بنفس الوقت. اللي عم بتشوفوه قدامكم هو اللي كان عم بيشوفه قدامه وعم بيتحكم فيهم ثلاثتهم بنفس مسكة التحكم، مش بيخلص من وحدة بينقل على الثانية، لا كان ممشى الثلاثة سوا وقدر خلص الثلاث العاب على فرد قعدة ب 43 دقيقة ونص شي هيك. هي خلص وحدة ب 43 دقيقة بتكون بطل، فتخيلوا لوين واصل بالبطولة. بس ما بيعد هيدا اكثر جيمر بطل، في بعد واحد احسن منه. في واحد فرجى معنا الجيمر الحقيقي وضحى بكل شيء عنده اياه وخاطر بحياته لقدر كسر هالسكور. بادخل ايامك وقت تفصل على لعبه على المزبوط وما عندك شيء بحياتك الا هاللعبه، قد ايه قاعد اطول صاحبي؟ يوم؟ يومين؟ بش نو. صاحب الرقم القياسي باكثر وقت متواصل عم بيلعب هو لاعب كول اوف ديوتي، قعد يلعب 5 ايام متواصلين، اكيد كان اخذ شيء، مستحيل ضلك 5 ايام واعي في حكمه بيخفوا بنص عملياتهم بعد يوم، اكيد لعبه اكس بوكس ما رح تكون اهم من حياه انسان ثانيه بين ايديك، بس قدر صاحبنا ضبط حاله وضاين 5 ايام، هل هو عمل جنون او عمل بطوله؟ هالشيء انت عليك تحكمه حسب مبادئك بالحياه. المسكات صغار على ايدك؟ بتحس انه لازم لك مسكه اكبر لترتاح تلعب اكثر؟ هالشي نهار قلت اوف يا ريت ايدي اصغر لا اقدر اتحمل المسكات. اما تعطي الهم، الرقم القياسي اللي بعده جاي للعالم اللي من حجمك يا عملاق، واول سكور بيروح لاكبر مسكه نينتندو وانعملت من مجموعه طلاب وكلفتهم 370 دولار وبدها 3 اشخاص ليمشوها، بس اذا هالقد ايديك كبار فيك تجربها. واكيد مسكه عملاقه لحالها ما بتنفع، لنتسلى فيها مزبوط بدنا اركيد ماشين عملاقه كمان. بس دراد ما بتستعمل مسكه نينتندو على ماشين اركيد؟ صاحب معمل اركيد ماشينز بامريكا قرر يعمل اكبر مكنه اركيد عالم، ولسبب منكم حيفكروا غريب ومنكم حيقول ايه معه حق، وهو انه كان بده يحس بالاحساس ذاته اللي كان يحسه وقت كان ولد وعم يلعب على ماشين اكبر منه. وصراحه من الطريقه اللي عم يلعب فيها كثير بشيل اتشلقح على مكنه هيك وقعد العب واتسلى لحظه وصراحة من الطريقة اللي عم يلعب فيها كتير بشيل اتشلقح على مكنة و اكيد هالمكنة بتاخد جايزة جينيس، واكيد حدا حيكسرها شي نهار، مش انت مش انا حدا. وقبل ما اوصل لاخر ريكورد وهو اصغر لاعب محترف بالعالم، خلوني اشكر الباتريونز تبعي بكل الطبقات، الجولد، دايموند، بلاك وبلاتينوم. واذا انت كمان حاب تشترك وتدعم الشانل وتاخذ ميزات خاصه لك، فوت على رابط الديسكربشن. الميزات لحديت هلا حيكونوا بس الاونلاين، بس يصير في مطارات والاخبار رح ابعث الستيكرز ورح ابعث الدير بلاتينومز، وكمان حمله توصيل دراد ل 250 الف بعدها ماشي، فاذا مش مشترك اشترك، واذا مشترك
شاري. واخر ريكورد بيروح لطفل امريكاني كان عم يتبارز بدورات هيلو وهو عمره 4 سنين، من بعد ما بين باول دوري لإله وحقق نجاح كتير محترم بالنسبه لولد عمره 4 سنين. ونجاح كتير محترم بالنسبه لولد عمره 4 سنين هو انه يضل لاقط المسكه ما يشيخ بتيابه وما يركض عند امه. بس بالنسبه لهالولد عمره 4 سنين كانت يوصل للتصفيات النهائيه، ضله 3 سنين من بعدها عم بيتعب مش عارف شو بده يعمل بحياته وين بده يروح وكيف بده يدفع فوتيره، بس التجأ للجيمينج وشركه ام ال جي قررت تشغله عندهم كلاعب محترف. لما بعرف شو في قوانين بامريكا ضد التشغيل الأطفال وهالقصص، بس ما شكله واقف الموضوع وبعده ماشي كونترا لهلا. الولد مبسوط والدنيا بألف خير وما حانت. وبعتقد حدا منكم قريبا رح يكسر هالسكور ويصير أصغر طفل عنده عقد لاعب محترف، وبكل بساطة لأنكم نوبس. والشخص الوحيد المعقول يوصل هو ابنه لهايبر، بس بما إنه هايبر عم بيعلمه ما كتير عندي أمل. على كل حال معكم درات، شاهدكم بس بالحلقة اليوم، لايك سكات مشاهدة، كمان حملة زغطة اجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام وليسكات، شوفكم حجي.